هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: نحن ولله الحمد في موسم الثمار وخاصة ثمار النخيل، فهل من كلمة توجهونها لأصحاب المزارع الذين يجلبون هذه الثمار إلى الأسواق لبيعها، والدلالين يباشرون بيع هذه الثمار؟ هذا من نعم الله عز وجل، هذا الموسم العظيم موسم التمور، والله جل وعلا قال: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أباح لنا أن نأكل من ثمر النخيل إذا أثمرت مع القيام بأداء الزكاة، وآتوا حقه يعني الزكاة الواجبة فيه، آتوا حقه يوم حصاده يوم الجذاذ الحصول عليه. هذا من شكر النعمة أن الله مكنك من هذه الثمرة وساقها لك وسلمها لك أن تخرج زكاتها وأن تأكل منها وتشكر الله عز وجل على ذلك. نعم.